أشارت دراسة بريطانية إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا ونقلوا إلى المستشفى يعانون من عرض واحد على الأقل من أعراض الفيروس حتى بعد مرور 6 أشهر على الإصابة. دراسة بريطانية نشرت في مجلة لانست الطبية أظهرت أن أكثر من 3/4 المشاركين في عينة الدراسة ممن نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكوفيد-19 ما زالوا يعانون من عرض واحد على الأقل بعد 6 أشهر. فالتعب أو ضعف العضلات وصعوبات في النوم كانوا أكثر الأعراض شيوعاً بالنسبة للمشاركين في الدراسة، والذين قدر عددهم بالمئات في مدينة ووهان الصينية، إذ بلغت نسبة الإصابة بالتعب وضعف العضلات 63%، بينما يعاني 26% من المرضى من مشاكل في النوم، حيث تم التوصل إلى نتائج بعد تتبع طويل المدى لأعداد كوفيد-19. آثار طويلة المدى يخلفها كوفيد-19 في أجسام المرضى الذين أصيبوا به بحسب باحثين من المركز الوطني لطب الجهاز التنفسي، وهو ما أثار مخاوف القائمين على الدراسة بشأن احتمالية عودة عدوى كوفيد-19، بالرغم من الحاجة إلى شمول عينات أكبر لتوضيح كيفية تغير المناعة ضد الفيروس بمرور الوقت، وهو ما يستدعي الحاجة للرعاية المستمرة للمرضى حتى بعد خروجهم من المستشفى، وخاصة أولئك الذين أصيبوا بعدوى شديدة. ومعنا عبر سكايب من عمان المختص في الميكروبات الطبية والمناعة السريرية دكتور لؤي أبو قطوسة. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا بك معنا. يعني ما إمكانية تأثير فيروس كورونا على الشخص على المدى البعيد؟ أسعد الله صباحك وصباح السادة المشاهدين. الحقيقة يعني هذه الدراسة ومثلها مجموعة من الدراسات المتراكمة والمتواترة حديثا تؤكد على أن هناك تأثير كبير فعلا للإصابة بهذا الفيروس لفترة طويلة جدا على الأشخاص الذين قد يكونوا يعانون أصلا من بعض الاختلالات أو الأمراض المختلفة. فثبت أن هناك تأثير على الجهاز العصبي وعلى النشاط الذهني أيضا، بالإضافة إلى اللي هو الجهاز العضلي والجهاز التنفسي. فالحقيقة الفيروس يعني وأثره مش محدود فقط في المشاكل التنفسية كما كان يعتقد في البداية، إنما يتعدى ذلك إلى مجموعة من أيضا أجهزة الجسم المختلفة وأنشطة. طيب ما هي عادة الأعراض التي يعني ترافق المريض لفترات طويلة حتى بعد شفائه بعد انقضاء أشهر؟ لا، حسب وضع المريض من البداية أيضا وحسب درجة وشدة الإصابة تختلف هذه الأعراض. هلا هناك أعراض تنفسية تبقى لفترات طويلة مع الأشخاص الموجودين، تتعلق بضيق النفس بوظائف الرئتين، وهناك أعراض أقل نوعا ما او علامات اقل تظهر مثل فقدان حاسه الشم، مثل فقدان حاسه التذوق، بعض الاضطرابات والاختلالات النفسيه والذهنيه كما حكينا، فقدان التركيز، بعض الالام العضليه الموجوده. حتى يعني كنت اقرا انا في دراسه مشابهه لما تم نشره في هذه الدراسه عن ايضا الاحتمال اللي هو زياده حالات الاصابه بامراض الانفصام الشخصيه و مشاكل التوتر النفسي والقلق وقلة النوم ومن هذه الأمور. فهي تختلف يعني باختلاف أصلا الإصابة من بدايتها وحدتها ودرجة. نعم، يعني دكتور فيما لو الإنسان أصيب بفيروس كورونا وما كان عنده أي نوع من أنواع الأعراض وكانت إصابته طفيفة وسهلة وأموره مشت تمام، من المستحيل أنه يكون عنده بعد أشهر أي مشاكل صحية أخرى؟ لا، وليس هذا، هي زي ما حكينا تعتمد في البداية أصلا على درجة الإصابة منذ البداية وحدتها، وأيضا الظروف الراهنة التي يعيشها يعني الشخص نفسه. يعني لا نستطيع أن نبني على عامل واحد. على سبيل المثال هذه الدراسة التي أشرت إليها في التقرير، يعني يجب أن ننتبه أنها تشير إلى أناس دخلوا المستشفيات، يعني وضعهم الصحي كان صعب ومكثوا فترة جيدة في المستشفى، وكانت في بداية الجائحة، وأنت تعرف أن هناك كان عوامل كثيرة تؤثر مثل الأدوية التي كنا نحصل عليها في تلك الفترة نعالج فيها المرضى، الآن لم يكن لقاح، فبعض هذه الأمور
مرتبطة بالظروف اللي أجريت فيها الدراسة. المرضى بشكل عام كما قلنا لا نستطيع أن نخرج بسيناريو واحد لهم. بعض إحنا لو بدنا نحكي عن دراسة أجريت عندنا في الأردن قاموا بها مجموعة من الزملاء مشكورين في جامعة البتراء، وأقول أنه أشرف عليها الدكتور ضرار العاوي، أشار إلى تأثير جائحة كورونا على نفسية وذهنية مجموعة من الذين أصابوا. إصاباتهم كانت أغلبهم إصابات يعني متوسطة إلى خفيفة وليست تتطلب المستشفيات. وجدنا أنه في حوالي لا يقل عن 25 إلى 30% قد تعرضوا لاختلالات نفسية وعصبية وبعض المشاكل الأخرى. نعم. فهي تختلف يعني. نعم دكتور، المرض يؤثر على المشاكل التنفسية للمريض لفترات طويلة أو مثلا بعد الانتهاء من الإصابة، ويعني في أشخاص كثر صار عندهم فيروس كورونا وصارت نتائجهم سلبية وإلهم أشهر ولكن لغاية اللحظة عندهم مشاكل بموضوع الأكسجين، كل فترة وفترة ممكن يحتاجوا للذهاب إلى المستشفيات وإنهم يأخذوا أكسجين أو صار عندهم الجهاز نفسه بالبيت، فحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. نعم، هذا هو كان المخاوف الأولى والأكبر في جائحة كورونا منذ بدايتها، هو أن هذا الفيروس يؤدي إلى حدوث تلف مزمن في بعض الوظائف التي تتعلق بالجهاز التنفسي، مثل حدوث يعني خلينا نحكي التهاب قوي شديد يؤدي إلى حدوث فقدان وظيفة الرئة في بعض الأماكن التي تم إصابتها مثلا. ولكن هذه تعتمد زي ما حكينا على عوامل كثيره، على قدره جهاز المناعه من البدايه وعلى الاستعداد الوراثي في الاشخاص وعلى وجود امراض اخرى. فمثل هؤلاء نعم يعني قد يكون ايضا بهم الحال في انه ما يرجعش يعني الرئتين الى الوظيفه الطبيعيه التي كانت قبل الاصابه. ولكن من الحمد لله تعالى ان هذه النسبه الحمد لله ليست نسبه عاليه، يعني ليست النسبه الاكثر بالنسبه للمصابين بالكورونا. أغلب الإصابات بفضل الله إصابات تعتبر متوسطة إلى خفيفة، كما رأينا مثلا يعني إحنا لو أخذنا حادثة الشم على سبيل المثال نسبة كثيرة منهم فقدوا هذه الشهور طويلة، ليس الكل استطاع أن يسترجع حادثة الشم مثلا خلال فترة أسبوع أو أسبوعين. فهذا هو تأثير يعني كما قلنا، لكن الحمد لله علينا أنه ليست هذه النسبة الأكبر بالإصابات وليست هذه الحالات الأساسية التي يمكن يبنى عليها الآثار الخطيرة جدا لهذا الوضع. نعم، طب يعني بالنسبة للدراسات الخاصة بموضوع فيروس كورونا، للأسف احنا بناخذ كل دراساتنا من يعني من دول العالم الأخرى، ولكن لا يوجد أي دراسات عربية كونه بيئتنا العربية واحدة ومتشابهة، وعم ناخذ كل الدراسات من برا وقد لا تكون يعني تنطبق علينا بشكل كثير كبير، لماذا كل هذا يعني الشح بالدراسات بالعالم العربي؟ يعني أشكرك جزيلا، والله هذا السؤال يؤرق الباحثين دائما. أولا حتى نكون يعني واضحين، هناك بعض الدراسات البسيطة والأساسية والمفيدة أجراها بعض الزملاء هنا. احنا الحمد لله في الأردن أشرت أنا إلى دراسة أو دراستين قام بها زملاء في جامعة البتراء بالتعاون مع يعني باحثين من الخارج، لكن أغلب هذه الدراسات مشكلتها أنه لا يكون فيها اتصال مباشر مع المرضى السريريين. ربما كان في بداية إذا تذكري الجائحة بعض التحفظ، بعض التخوف من إجراء دراسات على المرضى. هلا هذا عائق موجود ونعترف به. نتمنى أيضا على البحث العلمي المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مثلا في البلد أن تدعم الباحثين في هذا المجال، يعني يكون جزء من موازنة مثلا البحث العلمي لهذا العام تخصص لمرضى اللي هم الكوفيد 19، لأنه في نقطة مهمة كذلك إذا سمحتي لي ستوز أشير إليها. احنا لم ننتبه ان هؤلاء الناس اللي عندهم الاثار السلبيه كيف بدنا نتعامل معهم، كيف نعيد تاهيلهم نوعا ما. يعني جزء كبير منهم لا سمح الله قد يلجا الى العنف النفسي او الى اضطرابات او مشاكل بالاضافه الى الوضع الاقتصادي السيء. فمثل هؤلاء ليسوا بحاجه فعلا ان يكون في مثلا مركز او تاهيل او اعاده عمل دراسه كيف نعيدهم الى وضعهم او نحسن من ادائهم مثلا. فنعم انا اؤكد على ما قلت له ونتمنى واشد يعني على يديكم انه نطالب الحقيقه وزاره التربيه والتعليم العالي عفوا بانها تنتبه في موازنتها وفي مسار الاعوام القادمه التركيز على الموضوع.
نعم، بدنا نشكرك. إذا كان معنا عبر سكايب من عمان المختص بالميكروبات الطبية والمناعة السريرية الدكتور لؤي أبو قطوسة، شكرا جزيلا لك دكتور لؤي.